عندنا وشين حوالينا. لقيتها ومباركين عرسان اثنين ليلة ربيع عيل وقمرة. انتهت عقدتك يا عموري. الله يشغلكم، ايش عندكم مع الزواج؟ لقيت لك المكتب المتخصص في الزواج يجيب لك العروس اللي انت بيها بالمواصفات اللي تبيها. الله يسجدك ويلجك انت وياها. كم اذبح على وجهي؟ شوي شوي على الولد الله يهديك. الحقي هذه بعد اذبح في وياها. تعوذ من ابليس يا ابو عامر. الحقيها بعد اذبح. عجيب والله. حياكم الله يا هلا، اهلا وسهلا. ما شاء الله ما شاء الله، المكتب مرتب وكل ما فيه يفتح النفس. ما قصرت، هذا من ذوقك. شوفوا يا مشاعل، هذا عامر وانا عمته حصة. ما شاء الله على ولدنا، كلها ملح وقبله. لفين الرياض كلها ندور له على عروس وما لقيه للحين. بنات الرياض كلها شافن ولا عجبته ولا وحده. وحنا امدحوا لنا مكتبكم انكم تجيبون ما شاء الله عروسات حلوات مثل الشروات. نبي عروس لولدنا. غريبه ما تزوج الحين مع انه كيوت واخلاقه عاليه. انا الله ما يسلمك يا مشاعل. يا عامر هذا أول زواج لك؟ الأول والأخير. اسمعي يا مشاعل، خلني أعلمك عيوب عامر قبل محاسنه. ولدنا ما شاء الله عليه رقيق ورومانسي وحبوب وطيوب ويحب يلعب مع البزارين. أموت في الأطفال أنا. القم يا أبو ثلاثة ويا أبو ثلاثة وسهر الليل يا أبو ثلاثة ويا أبو ثلاثة ويا أبو. العب وانت ساكت. وعيبه الثاني إنه يحب الاتيكيت، ياكل بالشوكة والسكينة. تدرين حتى الرز والكبسات ياكلها بالشوكة؟ ما شاء الله. وهي صادقة، يقولون لي كل بيدك، أقول لهم لا معصب. والعيب الثالث يا شوشو أني إنسان رومانسي، لكن للأسف منسي. خلص من اليوم يا عامر ما رح تصير منسي. وهذا يا مشاعل ملفه فيه كل شروطه وعيوبه وكل شيء تبينه موجود بهالملف. إن شاء الله أسبوع واحد وأتواصل معاكم. مو كثير. ها بشرة وش صار؟ أبشرت مشاعل إن شاء الله ما قصرت، قالت أسبوع وترد لنا خبر. يعني خلاص؟ إيهي خلاص، المكتب ذا سمعته في العلالي، إن شاء الله كل أسبوع يردوا لنا خبر. حياك الله يا أخ عامر، وأنا أتشرف بنسبك. الشرف لي يا عم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أستأذنكم. مع السلامة. وأخيراً لقيت كامل المواصفات اللي أبيها. ألف مبروك علينا يا شوشو. بعد ما درست ملفك اتضح لي أنك ما تناسبني. أنا؟ طب ليش؟ لأني أدور على زوج full option.